في فيديو النهارده عزيزي المشاهد تعالى نتعرف على العشر حراس مرمى المرشحين لجائزة أفضل حارس في العالم في سنة 2024 أو ما تسمى بجائزة ياشين. بداية عندنا حارس المرمى البرتغالي صاحب ال 24 عام دييجو كوستا، حارس مرمى منتخب البرتغال وحارس فريق بورتو البرتغالي. في موسم 2023-2024 لعب 58 مباراة مع المنتخب ومع الفريق، وعنده 25 كلين شيت، والجوائز اللي فاز بها في هذا الموسم هو كأس البرتغال. تاني حارس عندنا هو الحارس الإيطالي صاحب ال 25 عام دوناروما، حارس مرمى منتخب إيطاليا وحارس مرمى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. في موسم 2023-2024 لعب 54 مباراة، عنده 19 كلين شيت، الجوائز اللي فاز بيها في هذا الموسم هو الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر الفرنسي. ثالث حارس عندنا هو الحارس السويسري صاحب ال 26 عام كوبل، حارس منتخب سويسرا وحارس فريق بروسيا دورتموند الألماني. في موسم 2023-2024 لعب 42 مباراة مع المنتخب ومع الفريق، وعنده 14 كلين شيت، الانجاز اللي حققه في هذا الموسم هو وصوله لنهائي دوري ابطال اوروبا. رابع حارس عندنا هو الحارس الاوكراني صاحب ال 25 عام لونين، حارس مرمى منتخب اوكرانيا وحارس فريق ريال مدريد الاسباني. في موسم 2023-2024 لعب 35 مباراة مع المنتخب ومع الفريق، وعنده 13 كلين شيت، الجوائز اللي فاز بيها في هذا الموسم هي بطولة دوري ابطال اوروبا والدوري الاسباني وكأس السوبر الاسباني. خامس حارس عندنا هو الحارس الفرنسي صاحب ال 29 عام مايك ماينان، حارس منتخب فرنسا وحارس فريق اي سي ميلان الايطالي. في موسم 2023-2024 لعب 56 مباراة مع المنتخب ومع الفريق، وعنده 23 كلين شيت، الانجاز اللي حققه في هذا الموسم هو وصوله لنصف نهائي بطولة اليورو. سادس حارس عندنا هو الحارس الجورجي صاحب ال 23 عام ممار داشفيلي، حارس منتخب جورجيا وحارس فريق فالنسيا الاسباني. في موسم 2023-2024 لعب 49 مباراة مع المنتخب ومع الفريق، عنده 17 كلين شيت، الانجاز اللي حققه هو وصوله لدور ال 16 في بطولة اليورو. سابع حارس عندنا هو الحارس الارجنتيني صاحب ال 32 عام ايميليانو مارتينيز، حارس مرمى منتخب الارجنتين وحارس مرمى فريق استون فيلا الانجليزي. في موسم 2023-2024 لعب 62 مباراة مع المنتخب ومع الفريق، عنده 27 كلين شيت، الجوائز اللي فاز بيها في هذا الموسم هو بطولة الكوبا امريكا. تامن حارس عندنا هو الحارس الاسباني صاحب ال 27 عام اوناي سايمون، حارس منتخب اسبانيا وحارس فريق اتلتيك بلباو الاسباني. في موسم 2023-2024 لعب 49 مباراة مع المنتخب ومع الفريق، عنده 23 كلين شيت، الجوائز اللي فاز بيها في هذا الموسم هو بطولة اليورو وكوبا ديل ري. تاسع حارس عندنا هو الحارس السويسري صاحب ال 35 عام يان زومر، حارس منتخب سويسرا وحارس فريق انتر ميلان الايطالي. في موسم 2023-2024 لعب 54 مباراة مع المنتخب ومع الفريق، وعنده 27 كلين شيت، الجوائز اللي فاز بيها في هذا الموسم هو الدوري الايطالي وكأس السوبر الايطالي. عاشر حارس عندنا هو الحارس الجنوب افريقي صاحب ال 32 عام رونوين ويليامز، حارس منتخب جنوب افريقيا وحارس فريق سان داونز الجنوب افريقيا. في موسم 2023-2024 لعب 59 مباراة مع المنتخب ومع الفريق، عنده 35 كلين شيت، الجوائز اللي فاز بيها في هذا الموسم هو بطولة الدوري الجنوب افريقي، وعندنا الدوري الافريقي، وعندنا صاحب المركز الثالث في بطولة الامم الافريقية. بكده نكون اتكلمنا عن حراس المرمى المرشحين لجائزة افضل حارس في العالم في سنة 2024، وطبعا كلكم هتسألوا هو الجائزة هيتعلن عنها امتى؟ هيتعلن عنها يوم 28 اكتوبر 2024، وطبعا احنا المفاجأة اللي شفناه هو حارس مرمى جنوب افريقيا ويليامز هو من ضمن العشر حراس مرمى المرشحين لهذه الجائزة.